وقت تكون بوصلتك الطفل فأنت على يقين أنك عم تبني للمستقبل وعم تعد جيل قادر على حمل الغد. فبعد سنوات الحرب على سوريا بات التوجه للطفل أمر ملح أكثر من أي وقت مضى. يمكن أكيد أريج، فكانت الكتابة للطفل في هذا الوقت أصعب من أي وقت آخر أمام زيادة وعي الأطفال، فلا بد من أسلوب محبب يجذب إليك الطفل. يوم معنا الكاتب والشاعر محمد زريق، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. الله أكرم، أهلا وسهلا فيكم. بالبداية رح نبدأ حديثنا مع حضرتك من قصة بابا مونا، القصة الأخيرة اللي توجهت فيها للأطفال برموز استخدمتها، رموز يمكن مميزة وطريقتها كانت مميزة واللي استخدمها هو حدا مميز، تخبرنا أكثر عنها. صحيح، الحقيقة رغم أن علاقتي مع القصة القصيرة تمتد لأكثر من 3 عقود إلا أن توجهي للأطفال بدأ في العام 2009، كان عبر قصص لها علاقة بالسلوك الاجتماعي أو بعلاقة الإنسان أو الطفل بشكل خاص مع البيئة، كقصة عصفور التين التي فازت عام 2010 بالجائزة الأولى لأدباء الأطفال في سوريا. لكن مع اندلاع الأزمة السورية والحرب الظالمة علينا أثرت في نفسي كما أثرت على جميع السوريين. كانت هذه القصة كتبتها عام 2012 في أسوأ الظروف التي كانت تمر بها سوريا، في أصعب الأوقات بالنسبة لي بشكل شخصي وبالنسبة لبلدي بشكل عام. القصة كانت بعد معاناة طويلة، بعد التواصل مع شخصيات كثيرة وخاصة بين الأطفال الذين عانوا من التهجير، عانوا من استشهاد الأب، عانوا من العنف الذي شهدوه أمام أعينهم. فكان لابد من كتابة أدب يلامس هذه الشريحة الكبيرة في مجتمعنا التي تعرضت لكل هذه المآسي. كتبت القصة، جعلته على ألسنة العصافير. بطل القصة بابا مونا، عصفور جميل كان يعيش في عشه حياة رائعة مع ماما سونا وصغاره قبل أن يأتي الإرهاب الممثل بالغربان السود إلى الغابة التي يقيمون بها ويدمر أعشاش هذه العصافير ويستشهد بابا مونا دفاعاً عن عشه. القصة فيها حزن كبير لكنني حاولت أن أداري على بعض الكلمات. على سبيل المثال عبرت عن الموت أو الرحيل بالرحيل إلى جنة العصافير. حاولت أن تكون الكلمات التي أنتقيها تناسب أعمار الأطفال لكنها بالوقت ذاته يجب أن تكون كلمات شجاعة لأنها تتحدث عن حالة راهنة. البعض كلمني بأن الأطفال يجب أن نتوجه إليهم بأدب لطيف رقيق، قلت هذا لو كنا نعيش في مكان آخر، لكن في بلادنا وظروفنا لابد أن نكون شجعانا وأن نواجه ما نعيش في الحالة التي نحن فيها بأدب. خاصة بكل هالظروف وعم تأثر بشكل كتير كبير عليه وعلى نفسيته. صحيح، الطفل أكثر حساسية وأكثر تأثرا منا، لذلك كانت هذه التجربة. للأسف ظلت أوراقي حبيسة الدروج 6 أعوام قبل أن تأتي ظروف مناسبة جدا عن طريق أصدقائي في صالة أدونيا الذين تعرفوا على فنان رائع هو بطل من أبطال الجيش العربي السوري وجريح تعرض لإصابة بليغة عام 2015 في الزبداني. إثر هذه الإصابة أقعد فادي كيوان صديقي وشريكي في هذه القصة الذي أتوجه إليه بكل الحب والتحية، لكن روحه العظيمة لم تقعد بل انطلقت وتفجرت موهبته. يوم حدثني أصدقائي في أدونيا تذكرت القصة وشعرت بأنها كتبت خصيصا لفادي، وبالفعل رسمها فادي بشكل رائع أذهلني وأذهل كل من رأى القصة، لأنه أقدر إنسان على التعبير عن إرادة الحياة
وعن التعبير عن الإرهاب بالوقت ذاته. هذا اللي بيسألك عنه أستاذ محمد، لما ندخل عالم الطفل هو عالم يمكن الأجمل والأصعب، فلما تكتب قصة للطفل بدك تخاطبه بطريقته، تقدر تفصل وتحكي معه بطريقته الخاصة. فلما نحكي نحن عن الأطفال عم يعيشوا ظروف الحرب، عن كتير من الأطفال تهجروا، هون طريقة التخاطب أو طريقة السرد بالقصة تختلف. هون في نوعا ما كان في رسالة فينا نقول بالقصة، غير المعاناة كمان في رسالة موجهة من خلالها. الحقيقة التعامل مع الطفل التعامل مع إنسان ذكي جدا. الكاتب الأطفال أو الأديب الذي يتوجه إلى الأطفال إذا لم يكن معتقدا ومؤمنا بذكاء الطفل فلن ينجح على الإطلاق بالكتابة للأطفال. الطفل إنسان ذكي وحساس، التوجه إليه يجب أن نرتفع إلى مستواه، وليس كما يعتقد البعض بأننا سوف ننزل إلى مستواه. يجب أن ترتفعي إلى مستوى الطفل بالذكاء العاطفي الذي يمتلكه والذي يتميز به عنا، وبالحساسية العالية والشخصية المرهفة التي يمتلكها. أنا قلت لك بأن تجربتي بالكتابة إلى الأطفال تأخرت، ربما تأخرت حتى نضج الطفل الذي في داخلي، وصرت أستطيع أن أكتب إلى هذه الشريحة. الكتابة إلى الكبار أسهل بكثير من أن تكتبي للطفل. خاصة اليوم يمكن عم نشهد أطفال وجيل واعي منفتح على عالم الميديا وعالم الإنترنت، يعني شوي في صعوبة أنك تجذب هالطفل من أنه دل ماسك الموبايل أو الآيباد أو حتى عم يتفرج على التلفزيون لحتى يقرأ قصة. ما تفضلت به أمر في غاية الأهمية. لا ينطبق على كل عالم القراءة. بصراحة الكتاب بعد هذه الهجمة الكبيرة من وسائل الاتصال تراجع، وخاصة في بلادنا للأسف عند الكبار والأطفال، ومن باب أولى عند الأطفال الذين باتت لديهم مغريات كثيرة جذابة جدا أكثر من الكتاب. من هنا كان لابد من التركيز على أن تكون القصة الموجهة للأطفال تخاطبهم وتحترمهم، وبالوقت ذاته أركز على موضوع الرسوم الموجهة للطفل. يجب كثيراً أن تكون جذابة على قدر الكلمة وربما أكثر. طيب يمكن مثل ما قلنا عالم الطفل هو عالم جميل جداً، شو اللي دفعك لتدخل أدب الأطفال؟ يعني أدب صعب نوعاً ما فينا نقول. بصراحة أقول لك شيئاً ذكرته أكثر من مرة، ربما كان فيما قاله شاعرنا وأديبنا الكبير سليمان العيسى الكثير مما لامسني. بعد نكسة حزيران المشؤومة توجه كبيرنا سليمان العيسى للكتابة إلى الأطفال، صحيح. ربما لأنه فقد الأمل بجيل الكبار. أنا لم أفقد الأمل نهائيا، ولكن الأمل جله معقود على الأطفال، صحيح. ربما لهذا السبب. يمكن قبل ما نسمع بعض من كتابات حضرتك، لكن اليوم حابين نعرف قديش في أهمية كبيرة ومسؤولية اليوم بالتوجه لعالم الطفولة ولأي حد يمكن هالعالم شوي مهمش اليوم الكتابة للطفل. للأسف الشديد الكتابة إلى الطفل وأدب الأطفال يعاني من مشكلة في مختلف الدول العربية. في سوريا هناك بعض الكتاب والرسامين الرائعين بدأوا يشكلون نوع من الملتقى نعمل من خلاله على تبادل الخبرات والمعارف لنطور جميعنا كلمتنا ورسمنا بحيث يرتقي لمستوى الطفل. أنا متفائل بالمستقبل لأن هناك مجموعة كبيرة من المبدعين السوريين بدأوا يشعرون بأهمية التوجه إلى الطفل. أرجو أن تكون هناك بعض الدعم له، أن يكون هناك بعض الدعم لهم بشكل أكبر بحيث يشجعهم على الاستمرار في هذا النوع من الكتابة والفن والأدب، لأن الطفل هو مستقبل سوريا، هو مستقبل كل شيء جميل في هذا البلد وفي الدنيا كلها. أكيد أكيد. شو بتحب تسمعنا؟ كنت حابب تسمعنا شعر أستاذ محمد. الحقيقة حابب أقرأ قصيدة اسمها جيان. جيان امرأة سورية. أقول لها جيان
قصيدة للشمس والزيتون والظل المعتق في بيوت السنديان. جيان عباءة الليل المطرز بالنجوم إذا ارتداها الموج في شغف الفرات، وقد كساها الظل أزهار الغيوم، ومن حرير البدر واللوز العتيق، ومن نبيذ قد تعتق في جرار من عقيق. كانت الدنيا حياة، صارت الدنيا جيان. جيان أيقونة تمشي كأنثى من حروف، في كل حرف ربة للشوق والقمر الشغوف، للرعشة الأولى لبحر قد تعلقه الجمان، ليذوب في محرابها موجا تهدهده الصلاة، ويطل من جبل تعانقه الشموس، فيستريح الوقت في ظل المكان. جيان سورية أو عفرين أو يبرود، في صدرها من شرقنا بزق وقانون وعود، ومآذن الأموي والناقوس يحيى المعمدان. جيان هي كل ما في الأرض، هذه الأرض من إنسان، هي جلوة الإنجيل والقرآن، هي فرحة الطاووس في نوروز، هي آية من سورة الرحمن. شكرا لك أستاذ محمد. ممكن نشهد شعر كمان للأطفال بالإضافة للقصص؟ الحقيقة بكتب كمان شعر للأطفال، كمان شعر الموجه للأطفال شعر صعب جدا على قدر ما هو سهل. طيب خلينا نحكي عن مشاريعك القادمة بعد بابا مونا اللي تمت حبيسة الأدراج 6 سنوات، في مشاريع كمان مخباية؟ صراحة عن نوعين من المشاريع. نوع أول بالنسبة لمجال قصص الأطفال، حاليا بطور الطباعة بالتعاون مع مطبعة أرمادا، أطبع 3 قصص للأطفال. رسوم السيدة سناء قولي، سيدة سناء قولي من الفنانات الجميلات في سوريا، وهي سيدة مقعدة رغم إعاقتها تقوم بعمل رائع جدا وجميل جدا. رسمت لي مجموعة من قصص الأطفال ستبصر النور، أرجو في أن تكون في معرض مكتبة الأسد القادم في تموز جاهزة. المجال الثاني مجال بالتعاون مع مركز الثقلين الخيري ودار الأوبرا بدمشق، حيث أساعد في تنظيم معرض بعنوان المقاومة خيارنا، خيارنا المقاومة خيارنا، معرض للفن التشكيلي بمشاركة 33 فنانا سوريا وعربيا، العديد منهم هم من جرحى الجيش العربي السوري أو الأسرى المحررين أو المقاتلين في الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى عدد من أهم الفنانين السوريين. المعرض سيكون إن شاء الله في 19 تموز ويختتم بأمسية رائعة في 26 تموز. أغتنم هذه الفرصة لشكر دار الأوبرا، دار الأسد للثقافة والفنون، ومركز الثقلين الخيري الذي قدم الكثير على مساحة سوريا لأسر الشهداء والجرحى، ويقدم من خلال دعم الفن رسالة جميلة جدا تبين أن الفن والجمال هو الحياة وهو الاستمرار. أستاذ محمد منذر زريق الشاعر والخاص، نتشكرك على وجودك معنا، بس بدنا نعرف وين بتكون متواجدة القصة، بأي المكتبات اللي حابب يحصل عليها؟ للأسف الطبعة الأولى نفدت بالكامل من اليوم الأول من خلال حفل التوقيع الذي شهده المركز الثقافي العربي بأبرماني. كم صالة نسخة كان كانت حوالي 1000 نسخة. صالة أدونيا اليوم قررت طبعة ثانية من بابا مونا، وإن شاء الله ستكون هناك مفاجأة جميلة لكني سأعلن عنها. سيتم توزيع مع القصة سي دي بصوت الرائعة الإعلامية العظيمة هيام الحموي، صديقتي وصديقة العمر الجميل. بصوتها تقال هذه القصة، وأرجو أن يكون ذلك قريبا جدا إن شاء الله. أكيد نحن نتمنى لك كل التوفيق، وشرفتنا وشرفت وجودك معنا اليوم بهالصباح. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا كثير. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق بجميع مشاريعك القادمة. ألف شكر.